قال يخرجي يخرجي جاب لك النار قوة العام جاوني قال لازمك تخلي الدار. أولاد ولدي بوها ميت وبنت بنتي جو يمشيوا عليا زاد أمهم ميتة وأنا وين باش نمشي وين باش نتلوح. تعبت 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 تعبت. أي ولدتني الدزاير وربطني تونس تونس أنا تمرمت في تيران في تونس الدزايري. وقفت بحذايا وقبل ما نسألك بديت تبكي، شنو مشكلتك؟ حبي يخرجني من الدار، حبي يخرجني من الدار. عطيته الكريه عطيته كل شيء قال لي نحب نخرجك من الدار ونحب نكسر ونعاود نبني برويت صغار. انا وين باش نمشي بنتي ميتة قالت لي زوز بنات ولدي ميت خلي لي زوز اولاد. وين تسكن انت مدام؟ نسكن هنا في الخربة كيري من عام 63 عند نفس الراجل؟ نفس الراجل وطولوا الكل ما حطيتهم الاوراق في السفارة وطم زال عندي 3 ايام باش يخرجني اعطاني 15 يوم ثلاثة أيام باش نطيش لي حوايجي في الشارع. قال لي الدار مكسرة، الدار لا مكسرة لاباس عليه. دار صحيح وعندي بنتي معايا وراجلي راجل كبير وأنا وعندي لي تامة معايا. أولاد ولدي بوها ميت وبنت بنتي جو يمشيوا عليا زاد أمهم ميتة. وأنا وين باش نمشي وين باش نتلوح؟ أعطوني دار كبيرة أعطوني دار كبيرة أعطوني دار كبيرة نلم فيها العيلة الكل. عييت انا نلوج انا نلوج على الدار ما لقيتش نلوج على الدار ما لقيتش علاش تزيري تاني علاش تزيري تاني في تونس تاني في تونس تزيري. قال يخرجي يخرجي جاب لك النار قوة العام جاوني قال لازمك تخلي الدار بقي مقطع اللوج على دار ما لقيتش دار. ما لقيتش حقي في تونس ما لقيتش حقي. انا اعطيني الدار تو نخرج نخلي له الدار نخلي له الدار ونخرج. من حقه انه يطلب داره؟ من حقه يعطيني دار كبيره يعطيني نكري انا يعطيني زيدني يا ميت زيدني بعد 15 يوم هذا ما زيدني انا اللوج انا اللوج ونازله في عند المحامي نهار 19 تم زلزه. انت شاكي ولا هو شاكي؟ هو شاكي وانا شاكي نخرج بعد قداش من سنه نعطيه في الكراي يقول لي المره الاولى اعطاني ما غير تواصل اعطاني خذ حد بنت محاميه بنت حليل قالت لي ما عادش تعطيه اعطيه بالشيكات قلت له نصب لك في الكونت نتاعك ما حبش يعطيني الكونت نتاعو. خدا جي 12 مليون ما غير تواصل. بعد كارية من عام 63 من عام 63 كارية وعندي كونترات اخر كارية من عام 79 زوز كونترات تحبي نجيبهم لك نجيب لك الاوراق الكل نحطهم لك. يعني امور قانونية؟ امور قانونية تحبي نجيب لك الاوراق نجيبهم لك امور قانونية وانا نهزم الاوراق الكل نهزهم لك. قداش كارية مدى؟ كاري تو قريب 250 تو كنت ب 8000 كاري كنت ب 8000 بشوي يزيد بشوي يزيد بشوي يزيد هاني تو ما عادش قداش كاري ما حبش ياخذ الكرا ما عادش يحب ياخذ الكرا قال لي نحب على داري نعطيه داره مش ما نعطيش دار اعطوني دار اعطوني دار كبيره دار اللي فيها ولادي. زعما كان في بلاد اخرى نعيش يصير لي هكا زعما في بلاد اجانب يصير لي هكا اكثر من 50 عام وانت في الدار هذيا اكثر من 50 عام قلت لكم من عام 63 احسب انت من عام 3 سنين اولاد اولادي فيها مولودين فيها تعبت 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 تعبت. دار كبيرة معناها تتكلف لك مدام في بالك؟ إن شاء الله نلقى ولاد الحلال، إن شاء الله نلقى ولاد الحلال يعملوا لي سوق،
ان شاء الله انا قبل يذبح لي يعملوا لي سوم. هذا كمان قداش يساعدك انت ميزانيه؟ قداش نجم تدفع كل شهر؟ ندفع من 400 من نجم شكت. انت تخدم؟ كنت نخدم انتريتيه. تو زوجك يخدم؟ نبيع في كاسكروتيه تو في الخير بعمل برويت. عندك شكون اخر يخدم عليك؟ ما عندي حتى حد، ولادي كلهم معرسين، عندي 11 صغير ماتوا زوز، الاخرين كل واحد في بلاصه يخدم على روح، كل واحد في بقعه. انت ماذا بيك تقعد في نفس الدار؟ ما يخلينيش في نفس الدار، باش يخليني نزيدوا الكريه ما يحبش. والدار مفصوله على نهج كوميسيون، راه هو في نهج كوميسيون يطيح وانا في سيدي المرجين، وحتى دار واحد وحتى باش تطيح على المار. النهج كوميسيون مش باش تطيح على المار، ونهج سيدي المرجاني مش باش تطيح على المار. وتنجموا الصحافه الكل تجي تشوفها وتصورها، نجموا الكل يجوا يصوروها ويشوفوا. انت جزائريه ومتزوجه من تونسي؟ لا زيرية متزوجة من تونس. شنو أكثر حاجة وجعت؟ الأولاني خلى لي 500، زاد خطبني هذا شد فيا صحيح، زاد خديت راجل آخر جبت معاه 6، مات من بنتي، ماتت ما عندهاش 3 سنين ولا 4 سنين، ماتت خلت لي 2 بنات عمرها 40 سنة، ولدي 47 سنة مات، خلوا لي 2 أولاد والآخر 2 بنات. أنا متكفلة به، البنات يمشوا ويجوا على باهم، ما نكذبش، يمشوا ويجوا على باهم، يجوني بحذاي هكا هو. مسؤولية كبيرة برشا مدام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله هكا هو. شنو طالبة مدام؟ طالبة يزيد يعطيني الوقت شوي ويشوف لي ويعطيني دار كبير، 3 بيوت وصاله هكا نسكن في هنا في الجهه هذه، نخرج من الدار مش يتعط مرمي، لازم بيحترموا الدريه وتوانسه كيف كيف، ولتني الدزاير وربطني تونس، اي ولتني الدزاير وربطني تونس، تونس انا تمرمت في ما ضرني حتى حد، ما ضرني في التونس يرحم ولدي. هذا عمل علي باش مات اختي اختي اختي، بعد بعث لي عدم منف قال لي يخرج يخرج، جاب لي النهار القوه العام جاوني قال لي لازمك تخلي الدار. اولاد ولدي بوها ميت، وبنت بنتي يجوا يمشيوا عليا، زاد امها ميته، وانا وين باش نمشي، وين باش نتلوح، تعبت 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 تعبت. اي ولدتني الدزاير وربطني تونس، تونس انا تمرمت في ديتين في تونس الدزايري.